صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما حصل من بلاء في الاقتصاد في بعض دول العالم يعتبر عقوبة إلهية من رب السماوات والأرض؟ لا شك، قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة، عام هذا عام، ما أصابكم هذا عام من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم.